أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال هذه الليلة وخلال يوم غد بإذن الله. نبدأها بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس غالبا صافي مع 13 درجة مئوية، الملموسة 11، الرطوبة 44%، والرياح تكون خفيفة إلى معتدلات السرعة. ننتقل الآن وإياكم إلى تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة ليوم غد بإذن الله في باقي مناطق المملكة. نبدأها شمالا، سكاكا تفرق لبعض الغيوم 27 إلى 14، عرعر 23 إلى 13، وتبوك 25 إلى 10. المنطقة الغربية نبدأها بمدينة جدة، حيث يسود طقس غائم جزئي لتفرق لبعض الغيوم 32 إلى 23، المدينة المنورة 32 إلى 19، مكة المكرمة 33 إلى 24، والطائف 26 إلى 16. ننتقل الآن إلى المنطقة الجنوبية الغربية، نبدأها بالباحة، فرصة لزخات رعدية من الأمطار 23 إلى 12، الباحة 23 إلى 17، جازان 32 إلى 27. المنطقة الشرقية نبدأها في الدمام 26 إلى 15، حفر الباطن 24 إلى 15، والإحساء 25 إلى 12. أخيرا ننتقل إلى المنطقة الوسطى والعاصمة الرياض، طقس صافي مع 24 إلى 13، بريدة غبار خفيف 27 إلى 14، نفس الشيء في حائل مع 26 إلى 14. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.